choses déjà de 6 mois là quand il travaille là que tu as fait في داخل المسار المهني ديالها في سي اس اس، واحد المسار المهني اللي هو طويل 35 سنة إلى 87 كنتي دخلتي لا سي اس اس، نجات كلشي كعرفها يعني شغلت واحد العدد ديال المناصب في المسؤولية، وخدات واحد تقدرت عدد المسؤوليات في لا سي اس اس، مديرة الجهوية ديال باب السلام، مديرة الجهوية المعرفة، مديرة مركزية، مديرة مركزية للحلقة بين بعضها. كلشي كيعرف كذلك داك الانشطه خارج الصندوق اللي كانت اللي كان نزات السيمو كانت كتقوم بها، لا في الاعمال النقد كنتي عضو في الاعمال ديال الاتحاد المغربي للشغل، كذلك اللجنه ديال التربيه والعلوم والثقافه ديال اليونيسكو و سي اس اس اللي هو اهم مؤسسه دستوريه في العالم. نجات سيمو بالعكس ديال هنا هي عضو نشيطه، لا عضو نشيطه، هي واخا تسمى بواحد صفه اخرى، ولكن انا على اي حال حنا ندوزو غير هذا المشروع ديال الجينيراليزاسيون ان شاء الله كنا بعد وقت نتشاركو في الحكايه تاع النشاط في السيريسو. اللي بغيت نقول ان بغيت نشكرك وبغيت نهنيك على المسار المهني ديالك. انا نجات سيمو ما كنتش كنعرفها شخصيا من قبل، واخا كنسمع فيها، ولكن ما طحتش فرصه انني نلتقى، ولكن عرفت انا اللي جيت لسي ان اس اس واحد العموس تقريبا باش جيت لسي ان اس اس. كما كيقولوا سي اون فام كي اغريابل دو ترافاي افيك، لان لو سورير لا كومبيتونس اي اوسي لا يعني داك لي كاليتي هومان كي سون اكستريمون امبورتون باش الانسان اللي كيجمع هادشي كامل راه حديدي. اليوم الأسرة ديال الضمان الاجتماعي قامت هذا الحفل بمناسبة الإحالة ديالي على التقاعد بعد واحد المسيرة ديال 36 سنة ديال العمل اللي تقلت فيها مسؤوليات كثيرة. دخلت الضمان الاجتماعي كمفتشة وتقلت مهام ديال مديرة يعني وكالات ديال الضمان الاجتماعي في الحي الحسني في البرنوسي في كولبير، ومن بعدها مشيت مديرة جهوية ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرباط سلا، ومن بعدها كذلك رجعت كمديرة جهوية بالدار البيضاء، ومن بعدها التحقت بالإدارة العامة كمديرة مركزية. كانت مسيرة ربما غتلخص في كلمات قليلة ولكنها مسيرة طويلة. كما قلت في الكلمة ديالي، الضمان الاجتماعي واحد المؤسسة اللي كيدخل ليها كيخص يكون عنده داك الحس الاجتماعي، وإلا كان الإنسان كيدخل الضمان الاجتماعي باش يدير الفلوس يعول على أنه ماشي مكان ديالو، لأن الضمان الاجتماعي كنديرو فيه الرصيد ديال الدعوات وديال الحسنات، لأننا كنتعاملو مع المرضى، مع الأرامل، مع الأيتام، مع الناس المعوزين، مع الناس اللي كيحتاجوا الخدمات ديالنا وكيحتاجوا أننا نساعدوهم. فكنشكر السيد المدير العام ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي أبى إلا أن يسهر على التنظيم ديال هاد، شخصيا على التنظيم ديال هاد الحفل هذا، وجميع المديرين سواء المديرين المساعدين ليه أو المديرين المركزيين ديال الأقطاب أو المديرين كذلك ديال الوحدات، وكذلك الاشخاص كلهم العائله ديالي اللي يعني شرفوني بالمجيء ديالهم، والاصدقاء ديالي اللي شرفوني بالحضور ديالهم اليوم، وكنشكرهم جزيل الشكر، لان الكلمات لا تكفي للتعبير على المحبه. وكنقول دائما احبهم في الله جميعا، وكنتمنى ان مسيره العطاء ما تنتهيش هنا بل ستستمر، لانني عضو ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عضو ديال اللجنه الوطنيه للتربيه والثقافه والعلوم، وكذلك كنشتغل في العمل الجمعوي وفي العمل النقابي. غادي نستمر ان شاء الله انني نخدم هذا الوطن اللي ما عمري ما بغيت نغادره باش نمشي لبلد اخر. رغم الاغراءات كنقول بان البلد ديالي يعني هو اللي زعما محتاج للخدمات ديالي، وغادي نخدمه وغادي نبقى نخدم هذا البلد الى ان شاء الله انه تنتهي المسيره ديال الحياه. نسال الله ان يكون واعدا يحمل معه مستقبلا سعيدا ومشرقا.
ونود التأكيد على أننا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حريصون على مواصلة الاستفادة من خبرتك الواسعة، مقدرين ما تتحلين به من مستوى معرفي وعطاء سخي وخلق رفيع. فبهذه المناسبة فقد عهد إلي السيد رئيس أحمد رضا الشامي بأن أبلغك تحياته الخالصة وما يكنه لك من تقدير شخصي، ليس فقط لما تمتلكينه من قدرات فكرية ومهارات مهنية أهلتك لنيل ثقة المولوية لجلالة الملك أيد الله نصره بتعيينك عضوة في مجلسنا هذا، ولكن أيضا لما تتحلين به من خلق رفيع وتواضع جم أكسبك احترام وتقدير الجميع. كما كلفني السيد الرئيس إبلاغك مدى سعادته بالاشتغال معك. أتمنى لك التوفيق علي، يعني خذ لك شي شويه من وقتك كامل خصي الاسره ديالك وفي كنعرف ان عندك انشطه كثيره وما غاديش يعني غادي طابور لوكازيون دو فيزوني دونك توكا اعتبري ان هذا المستشار اللي داك ان الابواب ديالنا ديما مفتوحه وهذا الحمد لله كنشكرو يعني كنشكرو عائله الاسره يعني.